موجز لأهمه وآخر الأنباء من أونلايف، أهلا بكم. قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد علي سيبدأ اليوم الزيارة الرسمية لمصر لمدة يومين، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي بأبي أحمد غدا لعقد جلسة مباحثات. تمكن الجيش الليبي من بسط سيطرته بالكامل على منطقة شيحة بمدينة درنة بعد مواجهات مع الجماعات الإرهابية، وأكد أمر غرفة عمليات عمر المختار سالم الرفادي، أكد أن الجيش تقدم في معظم أرجاء درنة ولم يتبقى سوى عدة كيلومترات لإعلان تحريرها بشكل كامل. قتل شخص على الأقل وأصيب 23 آخرون بعد انفجار قنبلة في محافظة ديالى بالعراق، ووقع الانفجار داخل سوق شعبية وسط قضاء الخالص شمالي المحافظة. وكان ديالى قد شهدت نهاية الشهر الماضي تفجير قنبلة في سوق ببعقوبة القديم، كما شهدت مدينة كركوك انفجار قنبلة أيضا مساء الجمعة. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أن قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في كندا بحثت التهديد الإيراني بالإضافة إلى الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وقال ترامب في مؤتمر صحفي على هامش القمة إن الهدف الرئيسي للقاء المرتقب مع زعيم كوريا الشمالية هو نزع السلاح النووي، واصفا لقاءهما بأنه مهمة للسلام. أعلنت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن قادة مجموعة السبع اتفقوا على موقف مشترك بشأن التجارة رغم استمرار الخلافات. وقالت ميركل: لدينا مفاهيم مختلفة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه المشاكل لن يتم حلها عن طريق بيان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.